الفنانة نجوى فؤاد، هنبتدي معاكي فقرة ما وراء الستات، هتجاوبي علينا بصراحة وعشرين سؤال. جاهزة؟ جاهزة طبعا. اتظلمتي كتير في حياتك؟ يوه أكتر من مرة. إيه الظلم اللي ما بتنساهوش؟ ما بنساش ظلم الخيانة، اتكلمنا عليه في الحلقة. أيوة. في خيانة تانية؟ لا ده أكبر خيانة كانت. إيه أصعب وقت مر عليكي؟ أصعب وقت أني أنا كنت أول ما ابتديت حياتي ما كانش عندي فلوس أقدر أركب مواصلات أروح شغلي أعيش في بيتي كويس ألبس كويس. طبعاً دي حاجات صعبة جداً. إمتى دموعك بتنزل؟ ما بشوف مريض. وأسعد لحظة في حياتك؟ أما بشوف حد ناجح وقلبه طيب. بتعتبر نفسك محظوظة؟ طبعاً حظوظة، ربنا راضي عني قوي 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 قوي، اداني اكتر ما استحق. لو تقدم عمل فني لمشوارك تحبي مين تجسد شخصيتك؟ لازم تكون وجه جديد، وانا عندي استعداد افتش في الاوبرا في فرقه الباليه، في بنات براعم جداد يجننوا. ضيعتي 10 مليون جنيه في السبعينات والثمانينات، ندمتي عليهم؟ أنا ما بنامش على الفلوس لأن أنا اللي بعمل الفلوس، والفلوس يعني مع يعني كلنا هنروح يعني في الآخر عند ربنا، مش واخدين معانا حاجة خالص. الفلوس اتعملت عشان نعيش ونتمتع ونمتع الناس اللي معانا. بتحاسبي نفسك كل يوم ولا اللي فات مات؟ لا لو أخطأت على حاجة بحاسب نفسي طبعاً، لو أخطأت مع على حد لا. فكرتي إن أنت تعتزلي الفن؟ أنا اعتزلت فن الاستعراضي ولكن السينمائي لا. ليه بعدتي عن التمثيل؟ تقدري تسألي الروائيين بتوعنا اللي بيكتبوا مش فاكريني في الأدوار، افتكروني رحلت والحمد لله أنا عايشة وموجودة وكويسة وبأدي مية مية، لكن ما أعرفش بقى شغلنا بقى فيه شلل، وكلمة شلل دي بقت مكررة كتير جدا، لكن محسوبية محسوبية بمعنى أصح. انت بتحسي ان انت خدتي حقك في التكريمات ومن الدوله؟ الحمد لله لحد ما طبعا. طيب ليه ما بتحضريش مهرجانات؟ المهرجان اللي بيتبعت لي فيه دعوه بروح، وللاسف دلوقتي بقى كل رئيس مهرجان له ناس بتوعه، يعني له نجوم معينه يدعيهم، مع انه ده العرس بتاعنا السنوي، عرس الفنانين كلها من الكومبارس من الادوار السنويه للابطال البطلات لكله، ده الفرح بتاعنا في السنه مره. لو اتعمل كتاب للفنانين اللي صنعوا تاريخ مصر الفني وتذكر اسمك فيه، ايه الجمله اللي تحبي تتكتب عنك؟ احلى الراقصات يعني بعدت قبل الناس ما تقول لها روح. رحتي لدكتور نفساني قبل كده؟ ما فكرتش يعني نفساني ليه؟ ما انا لما بزعل بنطوي لوحدي كده مده كده وربنا جعل حاجه اسمها النسيان نعمه جميله جدا جدا جدا، فالواحد برضو بينسى، الصبر والنسيان دول اجمل حاجه في الحياه. بتعاتبي نفسك؟ اوه كتير. ايه الحاجه اللي جواكي دايما بتفتكريها وزعلانه من نجوى فؤاد علشانها؟ ضيعت فرص كتير جدا مادية وكنت أنا أولى بيها في سبيل إن أنا أرضي الناس وأرضي شغلي وأرضي اللي ورايا والمجموعة اللي معايا والحاجات دي. أصدقاء يعني صرفتي فلوسك على أصدقائك؟ لا 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 لا، لا الفرقة اللي معايا والناس اللي بيعملوا معايا. اتجوزتي أحمد رمزي 18 يوم وانفصلتوا ليه؟ لاني انا كنت سافرت بعد جوازي ب10 ايام كده ورجعت تاني لقيته رجع لمراته وبنته وبيحب بنته باكينام، واحمد رمزي من احسن الناس واحلى الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، وفضلت لانه ينتمي لاسرته ولسه احنا ما عملناش حاجه في حياتنا فممكن ننفصل بسهوله. السر اللي حير الملايين زواج السندريلا سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ، تعرفي عنه ايه؟ اعرف انهم ما اتجوزوش، لكن لو في حد بيعرف حاجه اعمق من كده
ما اعرفش، الله اعلم، لكن انا اللي شفته واللي عاشرته معاهم ما لا 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 ما اتجوزوش. طب كان في قصه حب؟ اه كان في قصه حب بس مش قويه قوي. فضلت كام سنه تقريبا؟ فضلت كتير، فضلت يمكن 20 سنه يمكن اكتر، مش عارف. 20 سنه قصه حب مش قويه؟ كنا اصحاب يعني، انا اشتغلت مع سعاد في المين، عبد الحليم كان صديقي قوي 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 قوي، ما فيش حفله من غيري، كان مسميني الفسوخه بتاعته، انا والمسيه، ويعني. لكن انت مش عارفه قصه جوازه؟ لا ما مش متاكده من ده، وما شفتوش وما عشتوش يعني. طبعا لو كانت مراته كنت قابلتها عنده في البيت، كنت اروح انا وسامي وانا يعني واسرتي ومتغدى عنده، وكان يحب الخبيزه دايما، وانا بحب الخبيزه قوي، فكان دايما يعمل لنا خبيزه عنده وحاجات كده. لا ما شفتش. ايه رايك في الفنانه فيفي عبده وان هي لسه بتمارس الرقص؟ والله كل انسان دي حاجات شخصيه، حريه شخصيه، بعدين هي متمتعه بده، ليه لا؟ خليها تتمتع يعني، الواحد واخد ايه من الدنيا؟ ما دام ما بتاذيش حد، ما دام ما بتتعداش على حد، ما دام ما مش واخده فلوس حد وبتعمل بيها كده، فهي حره، هي حره، كل انسان حر. وبعدين بشوفها بتقدم تابلوهات مش وحشه، مش وحشه. بتشوفيها؟ اه طبعا بتشوفها، بشوف كل حاجه. ولا مرة فكرتي تنصحيها؟ لا يا فيفي بلاش. أنصحها ليه وهي ما بتعملش حاجة وحشة؟ ليه ما سيبهاش تتمتع؟ إذا كان ده شيء يعني بيسعدها وبما بتستمتع بيه. الموت بالنسبة لك فراق للأحبة ولا حياة جديدة؟ لا أنا ما بخافش من الموت، بخاف من المرض، لأن ما حدش بيستحمل حد دلوقتي. و حياة لسه ما نعرفش فيها مكتوب ربنا فكاتب فيها ايه، ولكن اعتقد احساسنا جوانا ان هي هتبقى حياة حلوة. لو عاوزينك تقولي سر الاول مرة تقولي لنا ايه؟ سر الاول مرة؟ يعني انا بقالي تقريبا دلوقتي 18 سنة من غير جواز، وحابة الحياة دي وتعودت عليها وعايشة كويس جدا، بس أنا طبعا عوقني في الشغل شوية رجلي لما وقعت من على السلالم واتكسرت كارتليج، اضطريت أعمل عملية، والناس ما تعرفش إن أنا لغاية دلوقتي عملت عملية ومختفية ليه، ما بحضرش عشوات أصدقائي وزملاتي وزميلاتي والحاجات دي، ما هو السر ده الحقيقة إن أنا رجلي دي عملت فيها عملية، بس الحمد لله ربنا من عليا بالشفاء الحمد لله. حسيبك تقولي رسالة لجمهورك نختم بيها الحلقة. أقول لهم إن وحشتوني طبعاً من خلال المسرح، لأن أنا بحب المسرح قوي، والممثل اللي بيأدي على المسرح كويس بيبقى ممثل جيد. وحشتوني في أدوار أنا عايزة أتعب فيها، أنا عايزة يعني زي فيلم خلطة فوزي، أنا مش كبير لكن تعبت فيه وتعبت فيه وأنا حباه، ما حسيتش بالتعب عشان أنا كنت حباه يعني، كنت عساه قوي. فأنا إن شاء الله عايزة أمشي الكم، عايزة الكيف في دور، وإن شاء الله كلمة واحدة بس تكون بتوصل للمتفرج رسالة هو هيستفيد منها إن شاء الله. نورتينا ومبسوطة جدا بالحلقة معاكي، يا رب تكوني اتبسطتي. انا سعيده بيكي جدا وسعيده باسره البرنامج، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق وكل حاجه حلوه وكل حاجه حلوه. تصبحوا على الف خير. تصبحوا على خير.